هنا عمر. ميسون عمر، انتبه معك. لا توقفي ورا الباب، ارجعي. يلا يلا تعالي تعالي يلا. ميسون تعالي تعالي، قومي. يلا ميسون قومي معي، شدي حالك شوي. خلص خلص، انت صرتي معي، تعالي. لا برا، طولي 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 بالك. بابا بسرعة، لا تموتي، لا تموتي. طيب لازم نطلع من هون جهاد. جهاد 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 جهاد، سوري سوري سوري. يا رب دخيلك نجي بنتي، يا رب دخيلك يا رب. عمر بيك، اللي بنتي منيحة؟ جوري استنشق الدخان كتير وحالتها هلأ مانا مستقرة بنوب، بس هلأ هي بالعناية المشددة، رح تتحسن. صح، يلا قلي بنتي رح تفيه ان شاء الله، وراح نخبركم بالمستجدات. ما على البشر، هي ما بتستاهل هالشي. جهاد انت منيح؟ شفتيني وبتعرفي شو عملت؟ بعرف. بس ما حدا غيري رح يعرف. انتي احتفلتي بموت ابوكي،
حرقت لك حفلتك. جوري فتحت عيونها دكتور. تمام، خبري أهلا بهالشي. اللي الحريق طفوا للحريق يا بطلة، وانتي نمتي بالعناية. جهاد وبابا وينهن؟ لا لا، ما بصير تتحركي من محلك. جوري، البابا منيح وجهاد منيح، الكل بخير، لا تهتمي. أنا احترقت، جسمي احترق. لا، جسمك ما في شيء ولا حتى خدش، أنت بس تسممتي من الدخنة. اليوم رح نخرجك من المستشفى وأهلك ناطرينك برا، ورح تشوفيهم بعد شوي. أنسى جوري، ببطولتك الجاية لا تنسي بنوب إنه ما عندي قوة خارقة، مفهوم؟ فيني روح. عمر بيك. أنا بالحريق ما كنت شايفة شي من الدخنة، وفجأة ما عاد حسيت بشي. بس بتذكر شي واحد، انك كنت معي بالحريق، خاطرت وفتت. بعرف انه انت اللي طلعتني من جوا. انا بتشكرك، بس انا مبسوط كتير اني قدرت انقذك. جمايل حضرتك كتروا رح اضل متذكره لهذا الحكي.